من يرى هذه المسكوكات التي تعود لحقبة قبل الميلاد؟ وهذه العمولات التي تعود لفترة حكم نابليون بونابرت؟ وكل هذه الوثائق والتحف الأثرية يعتقد أننا في متحف، ولكن الحقيقة نحن أمام طاولة سيد عابد عياد الذي يهوى جمع الآثار. السيد عياد هو هاوي، راه عارضنا عندنا النقود ولا المسكوكات ولا بعض الطوابع البريدية اللي راه كما يقولوا مبادرة مليحة بزاف وعجبتنا، والحمد لله يعني راه لقات إقبال كبير من عند المواطنين. الباحثون والطلبة هم أيضا هنا أمام هذه الطاولة يبحثون عن ضالتهم بالإطلاع على نسخة من بطاقة تعريف العلامة عبد الحميد بن باديس، وكذا استرجاع حادثة سقوط جدار برلين من خلال القطعة التي يعرضها السيد عابد. التحف اللي كانت عند شخص عمي عابد هذا كانت نادرة، وإحنا كباحثين أثريين أو باحثين عاديين كنا نستفادوا منها بزاف، سقط من ناحية البحوث تاعنا كان يساعدنا، لأن وجود بعض المصادر أو بعض المراجع أو حتى التحف اللي تكون كشاهد مادي أو كحاجة كانت نادرة ما عندش عند المتاحف أو عند المؤسسات الأخرى. نطلب من السلطات أن تشجع هذه الهواية. هذا الهاوي يجد صعوبة في تخزين ما يملكه من ثروة أثرية محلية وحتى عالمية، فهو يملك أصغر مصحف بالعالم وفخاريات وأواني تحمل أختاما ترجع للفترة العثمانية بالجزائر. درت معارض وطنية، درت في التظاهر الثقافة الجزائرية الأول في 2007، درت تبادل ثقافي مع الولايات، درت معارض، ولكن بصح ما عنديش وين نجمع هذا الشيء كاع هكا، وما عنديش، عندي بيت صغيره ما صوتش كيفاه باش نجمعها، وانا عندي وما زلت ندير في البحوث باش نوري للجيل الصاعد، نوري لاصحاب الجامعات الطلبه. الاثار والقطع النادره تحتاج حسب المختصين اهتماما خاصا وطريقات حفظ معينة يقوم بها المختصون، فلماذا هذه التحف هنا وليست بالمتحف؟ بدل ما أنه يحفظ هذه المخزونات عنده ويبقى محتفظ بها، هو شيء أو نداء لنوجه ليه والمواطن الجزائري بصفة عامة، لأنه الجزائريين عندهم كاين بعض العائلات اللي تكسب الطوابع البريدية، اللي تكسب المخطوط، اللي تكسب كثير من الأشياء. فحاليا اولا فيه العامل التكنولوجيا، يعني تقدر تديهم الاداره تنسخ منهم نسخه وتخدم عليها يعني، وهذا كثير يهم الباحثين. هو يفكر انه ينشا متحف خاص به وفقا للقوانين في القطاع الثقافه، عنده يحضر ملف خاص يوضعه على مستوى الوزاره الوصيه وهي اللي تنظر في انشاء المتاحف الخاصه. سيد عابد يطمح لإنشاء متحف خاص به، ولكن إلى ذلك الحين أليس الأجدر أن تحفظ هذه الآثار في المتاحف للحفاظ عليها وعلى قيمتها الأثرية؟